السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس بخير، كنتمنى تكونوا في صحه جيده ودابا كتفرجوا في حلقه اخرى من حلقات علم داسيون كارتس. هذه الوضعيه المناسبه اللي كيعجبني ديما نصورها هي وضعيه داخل السياره. الحلقه ديال اليوم كنتمنى انها تكون حلقه مفيده مستفاد فيها، غيكون عندنا فيها جوج ديال الاجزاء. الجزء الاول نهضروا فيها على شويه على داسيا لوغان، على الثبات ديال داسيا لوغان 2011، حيت هذه هي الاشاعات اللي تيخرجوا عليها كي دايره داسيا لوغان في داكشي. وغنهضروا على التدشين الملكي ديال المصنع ديال بي اس ال اللي دار طنجة، اللي شي حاجه اللي حنا كنفتخروا بها. الطوموبيله نقدروا نقولوا انها ميد ان ماروكو حتى هي، وحتى هي بواحد لاكاليتي واحد لاموتوريزاسيون اللي ولاو كيطالبوا عليها بزاف ديال الشركات المصنعه. حتى الخطافة هنايا شنو كيدير؟ ملي كيجي ما تيتقاسمش معاك الشانطي، تياخذ الشانطي كامل، وحيت جناب الشانطي فيه حفاظ. كنتي دوز كنت للحفرة ولا انت تلاقى انت ويا بالمرايات؟ وهنا تلاقيت مع واحد بالمرايات فهادي، وسبحان الله هو عنده واحد الاير دي زويت، تيسحب راسو واش الداسي زعما باغي تاكلها ولا شي حاجة، عطاتو ته شخشخات مرايا وهي باقا عندي انا هادي مقادة. ولكن مع هاد المرات الله يسمح لنا وصافي تنقصحو راسنا، وهذا خطا ما خصوش يديرو الانسان. ما تقصحش راسك صافي تلقى الشانطي رخيف، باش ما كتبدا تسوق كتلقى راسك بان الهضره ديال والدينا صحيحه، سكو الشانطي رخيف، باش ما لقيتي تسلك باش ما لقيتي ما تضارش باش ما لقيتي تفك باش ما لقيتي كونستاميكال. دونك باش ما لقينا نسهلوا على بعضياتنا الامور كخوت باش ما مزيان. الطريقه نتوما كتشوفوها كتبات كفرانات داكشي كامل، الطوموبيله راه اللي دون لي نور ديال المغرب، اللي دون لي نور ديال 100 120. الطوموبيله هادي ما مديوراش 120 الفوق، ماشي ما مديوراش من التجريب ديال خاصه، ما معطياش انا 120 الفوق. دابا هاد السرعه ديال 60 باش ما تسمعش الصوت واش كتقول شي حاجه. وحنا دابا راه في نفس الطريق، دابا هو صورت عليكم في الاغلى، انا مصوره دابا في اليوتيوب ماشي تشوفو كيفاش داير السوكان وصافي.
الاوبسيون هادي اللي عندنا هنايا كاين تيزر اللعيبات هنايا لي زاير باك وسميتو الجهاز ديال لو كيتحلو الكتريك عندك المرايات ديال الجناب الكتريك تاعو دونك دونك هادشي اللي معروف راه معروف انا هضرت على الدوسي هادي بزاف دونك سي با لا بين انا بيتو راه كونفطاق بين هادوك الاشاعات اللي تيتقالو عليها راه ما منهم والو طومبيله راه مزيانه تيدير ب 60 دخلنا للمدينه ما منهم والو دوك الاشاعات طومبيله راه مزيانه راه صالحه في 900 راك ماشي طالع فوق مسمار انت راك راك فوق حديده طومبيله اللي يساويها ثمنها صراحه بارابور طومبيلات كاين في السوق شنو تقدر تشري بالكونغو ب 7 ديال المليون كونغو ما تبغيش تفوت ب 80 90 كونغو اكس تي ب 80 90 راك هبي دونك هذه مزيانه كونغو القديمه اش كنهضر الكونغو الجديده راه الحماقه ديك تاعي راه زين دونك ما تيقول لي تيجيني بانه هادشي اللي كاين وسوق الدلاح هنايا في شي شوارع عمر دونك شوفوكم في الفقره الثانيه من الى مديسيون كارس لا نهضروا فيها على بروجي دو سويت ولا التشريف الملكي اللي كان بي اس ار المصنع ديالها في قنيطره ديك الساعه تنهضروا عليها بالتفصيل غيكون فويس اوفر ونشوفوا كيفاش يلاه السلام عليكم. بالقنيطرة أشرف اليوم جلالة الملك محمد السادس على تدشين مصنع جديد للمجموعة بطاقة إنتاجية تصل إلى 100,000 عربة ومحرك في السنة. نركزوا مزيان على الكلمات ومنه يبان علاش نايضة هاد الضجة. طاقة إنتاجية تصل إلى 100,000 عربة ومحرك في السنة. يعني على حسب ما فهمت من الفيديو اننا مابقيناش كنهضروا على تركيب ديال السيارات في واحد المصنع هنا في المغرب وكنا كنهضروا على تصنيع السياره وحتى المحرك ديال السياره وماشي اجزاء من محرك السياره. واش هذا الشيء فقط ولا كاينه شي معلومات اخرى بالاضافه لهذا الشيء؟ سينتج سيارات ذات محرك حراري وأخرى بمحرك كهربائي. طاقة الإنتاج تصل إلى 100,000 عربة ومحرك مرتبط بها في مرحلة أولى. بنية صناعية من الجيل الجديد تجعل المغرب نموذجا على مستوى القارة الأفريقية في مجال النمو المستدام. المشروع وقعت اتفاقيته منذ 4 سنوات. الأمر مهم وكيجيني بأنه هو أمر استراتيجي. علاش؟ لأنه المغرب انخرط فيه من مورا لكوب 22 اللي دات في مراكش. يعني أن المغرب متجه أنه يكون عاصمة ديال الطاقة النظيفة في إفريقيا، وخصوصا أننا ولينا كنشوفوا أن الدول الأوروبية ولات كتجه أنها تمنع بعض الأنواع ديال الكربيرون اللي دايرين في السوق واللي كيلوتوا البيئة بواحد الدرجة كبيرة. اليوم ندشن المصنع بقدرة إنتاجية تصل إلى 100,000 عربة في السنة الواحدة. سنعمل على مضاعفتها إلى 100,000 وحدة في العام المقبل. يعني صديقي المواطن خصك تعرف بأنه الهضرة اللي كنا قلنا شحال هذه واللي جات شي ناس أحلام راه هي بتولي واقع بشوية بشوية، وهذا راه انخراط وتوجه ديال الدولة أننا نوليو كنخدمو بالطاقة النظيفة. يعني أن الديزل والليسانس ما هي إلا مسألة وقت وانقرض.